طيب اول حاجه بتقابلكم ادوار البرد والزكام. الحقيقه هو المفروض 60-70% من الحالات اللي بيجي لي انا عيادتي وانا استاذ انفوزهم بقى 40 سنه المفروض انها ما تجيليش. يعني انا اما بقى استاذ انفوزهم بقى 40 سنه بشتغل ويجي لي عيان عنده برد، الحقيقه ده مش صح، ده المفروض حضراتكم اللي تعالجوه في كل الدنيا كده. طيب المهم كومن كولد اللي هو الفلو اللي هو الانفلونزا اللي هو دور البرد العادي. التريتمنت بتاعته مينلي هي سيمتوماتيك تريتمنت، خلاص ده دور هياخد وقته وده محتاج تريتمنت في صوره نمره واحد دي كونجستنت يعني نقط لمناخيره اوتريفين افرين اللي هي دي بتفتح مناخيره وتنشفها له، ومحتاج سيستميك دي كونجستنت. وفي امثله ادويه في السوق زي كده، لازم تعرفوا الحاجات دي، تعرفوا لكم كام دواء وتركيبته ايه. في كلارينيز، في كليريست، دول بيبقى فيهم دي كونجستنت سيستميك اللي هو اسمه سودو افيدرين ومعاه انتي هيستامينك، ده اللي انت محتاجه التركيبتين الاثنين دول مع بعض. كويس. طيب احيانا بتحتاج انتي بيوتيك مش من اول يوم. الحقيقه الصح ان ممكن جدا الدور ده يفضل فيروس ويختفي على كده وما يحتاجش انتي بيوتيك. بتدي دي كونجستنت لوكال وسيستميك، بتدي انالجيزك، ودور الانتي بيوتيك ياتي لما يكون في ايفيدنس اوف بكتيريال انفكشن. بكتيريال انفكشن دي بتظهر في صوره ان انا يبتدي الافرازات النازله من المناخير يبقى لونها اصفر واخضر، متى ما هي لسه شويه ميه شفافه او بيضه ملوش اي لازمه الانتي بيوتيك. وما فيش حاجه اسمها بروفيلاكتيك انتي بيوتيك اخده من بدري عشان ما يجيليش بكتيريا، لا هاخده من بدري وبعد اربع ايام الدشارج هيلون هروح واخد تاني. فهمتوا قصدي؟ اجل الانتي بيوتيك الى ان تظهر بكتيريا انفكشن اللي هي مخاط اصفر او اخضر من مناخيره، او لو بلغم من صدره بيكح وطلعه مره وشاف لونه واخدين بالنا ده تديله الانتي بيوتيك ساعتها. خلاص احيانا بتحتاج معاه دواء كحه اكسبكتورانت ميوكوليتيك لو عنده شويه كحه تسهل له خروج الكحه. ده مهم قوي. الخطوه اللي بعد كده النزع الالرجي، ده مرض شائع جدا في العالم كله وفي مصر بشده. تقريبا من 10-20% من السكان عندهم حساسيه في مناخيرهم. يعني انتوا قاعدين كده في القاعه لو من غير ما اسالكم هيطلع منكم اتليست 10-20% عندكم حساسيه في مناخيركم. طيب الحساسيه دي لها اعراض بتتشخص بالسيمتومز. على فكره جزء كبير جدا من امراض انف واذن هي هيستوري، لو تسمع هيستوري كويس وسيمتومز كويس. لما تقوم تشوف العيان انت مش هتلاقي ساينز كتير زي ما انت متصور. يعني في حاجات فيها ساينز، اقوم الاقي كلكيعه، احط ايدي على الكبد الاقي، انما في انف واذن 90% لو ما سمعتش هيستوري كويس مش هتشخص. زي الحساسيه دي لو انت قاعد ما سمعتش العيان قال لك مناخيري بتتسد اون اند اوف طول السنه اوبستراكشن ونيزل ديشارج ووتر ريكارنت اتاكس طول السنه وسنيزنج عطس بيجي لي نوبات عطس هستيري ومناخيري تاكلني وتحكني، وفي سيمتوم تانية مهمة جدا الثروت ايتشنج، اذا ما سألش عليها ساعات العيان يا اما بيعرف يقولها لك او انت لازم تسأله يقول لك ايوه ده انا ببقى نفسي اهرش في زوري بس مش طايله، بيبقى عنده احساس بالايتشنج جوه زوره. خلاص تقوم تبص في العيان ده هتلاقي حاجة ولا حاجة من اللي انت قريتها في الكتاب، لون الميكوزا مش عارف بلو، ده كلام فارغ. اذا ما سمعتش الاسئله دي من العيان او انت سالتها له مش هتشخص حساسيه. يبقى ده عيان عنده ريكارنت اتاكس طول السنه اوف اللي احنا بنقوله ده، وممكن تبقى ساعه في اليوم وبقيه اليوم كويس. الخلط بينها وبين ادوار البرد والزكام ايه؟ انه في اعراض منها متشابهه، بس دور البرد ده بقى خلاص جالك دور ماشي معاك 3-4 ايام في اليوم، لا ده عيان يصحى الصبح يعطس 20 مره وبعد ساعه يبقى زي الفل. فهمتوني؟ واصل يا جماعه اللي انا بقوله ده؟ طيب علاج الحساسية دي بنديها سيستميك انتي هيستامينز، يعني تلفاست زرت كلاريتين ما فيهاش سودو افيدرين، ما فيش دي كونجست، دي كونجست طول السنة غلط. طب يرفع الضغط، انتوا مركزين انا بقول ايه؟ ولا فيها لوكال دي كونجست. ممكن ادي لوكال انترانيزل استرويدز في بخاخات حساسية غير الدي كونجست، عشان تبقوا فاهمين بس تبقى تقرا ايه ده. بخاخه افرين ده سودو افيدرين ده دي كونجست.
انما التانية استيرويدز، وفي كذا واحده موجودين في السوق، لو عيانين حساسيه فيكم هيبقوا عارفين استخدموهم قبل كده، ودي امنه انك تستخدمها لفترات طويله ما فيش منها اي مشاكل. فانت ما بين اقراص انتي هيستامينز سيستميك او لوكال استيرويدز، عندك عيان وانت شخصته حساسيه واديته دول وما حسنش تحسن واضح، وتفهمه ان دي لونج لايف ديزيز، تقعد قد ايه ما نعرفش، تقعد سنين حساسيه دي تفضل طول عمرك، ويحاول يافويد الاسباب اللي هي بتهيج له الحساسيه، اللي هي البوليوشن اللي حوالينا، التراب والدخان والاثربه والكيماويات والروائح الجامده وما الى ذلك. ما تحسنش يبقى تحول، خلاص دورك كده انتهى. طيب اللي بعده كده حاجه شائعه جدا، الاطفال الصغيرين كلهم بيتولدوا بشويه لينفويد تيشو موجود في ورا النوز من ورا الحته اللي اسمها النيزوفارينكس، ودول بيبداوا من سن مبكر في طفولتهم بسمتم محدده وواضحه ان هم عندهم سنورينج بالليل وهم نايمين، وام تقول لك طول الليل بقه مفتوح وبيشخر شخير طول الليل، كونتينيوس سنورينج كل ليله طول السنه، ده انديكيشن انك تعمله العمليه. ابتداء من سن كام؟ اتليست 3 سنين. عنده بقى سنورنج فظيع ومعاه ما يسمى سليب ابنيا، وانتوا عارفين ايه سليب ابنيا، بيقول لك الولد بيتخنق يا دكتور ونفسه بيقف اكتر من 10 12 مره طول الليل، بقى بص عليه حس انه هيموت. دول ممكن تنزل تحت 3 سنين شويه وتعمل له ادينال. انما لو سنورنج بس وما عندوش سليب ابنيا استنى حتى 3 سنين، لكن ما بتشيلها بدري في احتماليه انها ترجع، هي طبيعه الادينويد كده الليمفويد تيشو ده ممكن يرجع تاني. طيب ساعات بتتلخبط السيمتومز، وبرده ده كله هتعرفه من الهيستوري. ما انت الواد ده لو قمت بعت له قلت له روح اعمل اكس راي، ما كلكم روح طالب له اكس راي، هيجي لك الاكس راي فيها ادينويد، ما احنا عارفين ان عنده في ليمفويد تيشو. طب انا استفدت ايه؟ هو اللي يهمني الاعراض. وسؤال الام تقول لك لا يا دكتور مش طول السنه، ده هو احيانا لما بيجي له دور برد بيشخر. طب ما ده طبيعي، دور برد ومسكوم ومسدوده يشخر شويه وبعد كده بينام زي الفل، يبقى خلاص ما فيش انديكيشن انك تشيل. تبقى متلخبط ساعات ما بين هي ادينويدز ولا حساسيه، هل هو عنده الاعراض الحساسيه لسه قايلها من شويه كتير، ودي فيري كومن في الاطفال الصغيرين. تقول لا طيب بصي هو عنده حساسيه في مناخيره، وطبعا هو عنده لحميه مولود بيها، احنا هندي دواء حساسيه فتره شهر اتنين تلاته، تكتب له دواء شرب حساسيه زيرتك ولا كلاريتين انتي هيستامين معايا شهرين كده، ونبص تيجي تقول لك ده بقى زي الفل، ده زي الملائكه بينام ما تشيلش لحميه، مع انها موجوده مش كده؟ لما ما تتشالش. فهمت قصدي؟ فلو انت ما انتش عارف تفرق بينهم اعمل كده، ادي انتي هيستامين وبص على، مفيش اي استعجال، مفيش لحميه مستعجله ولا فيش لوز مستعجله، زي ما الدكاتره تقول انتوا حرين، انت مسؤول لو عادش اللوز وحياتك والقلب، ده كلام فارغ من الدكاتره بتوع انف واذن نصابين يعني، بس باختصار يعني. فمفيش اي استعجال، شهرين ثلاثه خلصنا من دي واضحه. طيب احنا دي قلناها مش كده؟ خلاص خلصنا دي. دي برضو مهمة قوي، الاكيوت تونسيلايتس، في سيمتومز واضحة، فيفر ديسفيجيا مفهومش فصال، اتنين لازم يبقوا موجودين، واحدة منهم ما تنفعش. مفيش اكيوت تونسيلايتس من غير حرارة ولا من غير وجع فظيع في زور مش قادر يبلع. الكلام ده اهميته ايه؟ انك هتاخد هيستوري هي جاته السنه اللي فاتت كم مره، فلما تسال الام او العيان هتساله بالطريقه دي، ولا معهمش رشح ولا زكام ولا كح، خلاص. لو جالك ساعه الاكيوت اتاك هتقوم تبص هنا في سايد انك هتلاقي نقط فوليكلز باس على التونسلز على الناحيتين، واضحه دي؟ طيب علاجها انتي بيوتيك طبعا ما فيش فيها فصال، اوجمنتن اللي هي مجموعه الاموكسيليك الفينيت، امبيسيلين حاجه اسمها يوناسين، وتدي انتي بيوتيك لمده محترمه، مش بعد ما الحراره تنزل بيومين يتروح الام مبطله او العيان مبطل، لا لازم يكمل اسبوع خلاص. مع الانتي بيوتيكس بتدي طبعا حاجه انرجيزك وحاجه تخفض الحراره، ده منطقي يعني. طيب مين اللي بعده؟ هنا بقى الانديكيشنز والتنسليك اللي مسوحه الدنيا كلها، دكاترة الفاميلي دكتور الممارس العام بتاع انف واذن تسمع لخبطات وحاجات عجيبة الشكل. وقريت في الكتاب عندك وانت بتاخد انف واذن ان فيه يمكن خمسة ستة انديكيشنز، هما غابة هوات ملهاش غير اتنين انديكيشن. الكتب الكبيرة المحترمة
كبيرة مش كتب سنة رابعة بتاعتنا، كتب الكبيرة كاتبة حاجتين، التونسلز الكبيرة قوي اللي عاملة سليب أبني اللي لسه وصفينها مع الأدنويد، يوجوالي يبقى الطفل ده عنده very big tonsils very big adenoid، الواد مخنوق مناخيره مقفولة بالأدنويد، يفتح بقه مقفولة بالتونسلز الكبيرة سليب أبني ده ممكن وتفضل تأجل فيه شوية على سن الثلاث سنين علشان مش مستحب برضو التونسلز تشال قبل ثلاث سنين. بقيته بقى خلاص مخنوق ومش قادر، يبقى سنتين ونص شلوا الادينويد نص العام على الاقل، وبعد الثلاث سنين ما يعدوا ثلاث سنين ونص يبقى شلوا اللوز. دي الانديكيشن الرئيسيه، ودي لازم تكون بالوصف ده. الواد طول الليل 8 ساعات كل ليله يا دكتور مش قادر ياخد نفسه بشخ، واضحه؟ طيب الانديكيشن الثانيه ريكارنت اتاكس، هعرفها منين؟ لا حد يرد عشان تبقوا صحيين، منين؟ من هيستوري. هتعرفوا ازاي؟ هتقعد تسال الام او العيال. هو السنه اللي فاتت تقريبا كم مره كده سخن وزوره وجع قوي وبقى مش قادر وراقد في البيت، هتقول لك 9 مرات. تقول لها طب كان معاهم رشح وزكام؟ هتقول لك ده كل مره بيبقى كده. تقول لها لا طب معلش قولي لي لو في مرات سخن بس وزوره وجع، تبتدي الام المصحصحه تقول لك لا دول حوالي مرتين، المرات الثانيه يبقى فيهم رشح وزكام، يبقى ده غالبا اليرجيك وكل شويه يجي له ايه upper respiratory tract infection اللي هو الرشح وزكام ومكحكح، ده بتاع الحساسية مش كده برضو؟ انما الاكيوت تونسيلايتس هما كلمتين مفيش غيرهم، يلا نقصوا ولا يزيدوا، حرارة عالية جدا ومش قادر يبلع بس. لو ما سمعتش الكلام ده وقمت تبص على العيان ولا في حاجة اسمها signs of chronic tonsil، وهم اللي انتم بتقروه في الكتاب، مرة تلاقيهم صغيرين مرة كبار شوية مرة تلاقيهم معرفش لونهم ايه، مش ده اللي مكتوب عندكم؟ مش كلام فارغ من ده. هو اذا ما سمعتش هيستوري كويس مش هتشخص. انت قايم تبص على العين هتبص، لكن انت خلاص واخد القرار منين؟ من الهيستوري. سامعيني؟ طيب مفيش معامل تساعدك في تشخيص انت محتاج لوز ولا لا، يعني تلاقي دكتور اطفال ساعات او فاميلي دكتور او تعمل اذن، طب اعمل لي تحليل ونشوف هنعمل عمليه ولا لا. ايه التحليل اللي بتحدد لك العمليه؟ ولا اي تحليل يحدد لك العمليه. تحديد الانديكيشنز بتاعت العمليه هم اللي انا قلتهم، سنورنج سليب ابنيا والريكارنت اتاكس من الهيستوري. طيب حتى الريوماتيك فيفر، طفل اوريدي جالي الريوماتيك فيفر وجالك ومتشخصه الريوماتيك فيفر، طبعا اكيد هروك الريوماتيك فيفر بتوع الاطفال مش كده وبتوع يعني سمعتوها ولا محتاجين تفتكروها الكرايتيريا بتاعتها؟ عايز حد يرد عليا يقول لي فكرنا بيها او ما تفكرناش، عارفينها ميجر وماينر كرايتيريا وكلام من ده وبتاع، دي حاجه تيبيكال. وعلى فكره this is a clinical disease، ما هواش معامل، المعامل فيه اضافيه صح؟ يعني اذا ما شفتش العيان ده بعينك يومها وشفت عنده ركبته منفوخه وحمراء ووارمه، وتاني يوم الام تقول لك ده ركبته هي اسمها فليتنج ارثرايتس تتنقل من الركبه دي تطلع لكوعه، فاهمني؟ ده بعينك فاتوا يومين ثلاثه والسيمتومز دي راحت، مش هتعرف تشخصها. خلاص عيان اتشخص صح وتيبيكال ودكتور كويس اللي شافه وشخصه، ده بيمشي على لونج اكتنج بنسل الحمايه للقلب بتاعه مش كده؟ ده 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 لونج لايف او بعد لحد سن 25 سنه. طب في مجال انك تشيل له اللوز؟ لا طبعا، الا لو في الانديكيشن زي ما قلتها، يعني ليس مجرد انه جالي روماتيك فيفر منها يبقى تاني يوم نروح لدكتور انف واذن نقول له شيل لنا اللوز. هو هياخد لونج اكتنج بنسل ومش هيوقفها، ولو شلت له اللوز مش هيبطلها، فهمتوني؟ وبالتالي هتعامله زي العين العادي، عنده سليب ابنيا او عنده ريكارنت اتاكس بالرغم انه بياخد حقنه بنسلين كل شهر، لا يبقى حلال فيه العمليه مش كده برضو؟ انما يوجوالي اللي بياخد لونج اكتنج بنسلين مش هيجيله ايه الريكارنت اتاكس بالمنظر ده، فدول نادرين جدا تحتاجهم. ده برضو فهم خاطئ عند الناس وعند الدكاتره، مظبوط؟ بحكايه انه مفيش لابوراتوري دايجنوزيس للانديكيشن اوف تونسيلكتو، تيجي لك عيان ده فيري كومن، دكتور يروح طالب انتي سريبتولايسين اوتيتر اللي هو ايه؟ ان ده ايفيدنس اللي كان جاله سريبتوكوكال. التحليل ده خادع لانه ممكن يفضل التتر عالي في الدم ايه ده؟ بسام اكتر كمان، كلامك صح، خادع. انت لما بتعمله مش معناها ان هو عنده ستريبت كوكال انفكشن دلوقتي، ده جات له في وقت ما ويفضل معلق عالي، ولا له علاج ولا تقعد تهريه انتي بايوتكس يمسكه الدكتور ايه ده
الميكروب السبح عالي قوي يهري بنسلين سواء حقن او انتيبيوتكس بالبوق. وبعدين بعد اسبوعين هنعيده. هو كان 700 بقى 600 لسه يهري انتيبيوتكس. او لا روح بقى لبتاع انفوزن او دكتور انفوزن من الاول يقول له السبحي والقلب وبتاع يلا نشيل اللوز. اتشالت اللوز وتعمل له التحليل بعدها هتلاقيه عالي لسه ملوش اي قيمة. التحليل ده قيمته الوحيدة يساعدك في استكمال التشخيص بتاع الروماتيك فيفر من ايه مع جنب الماينور كرايتيريا اللي هو ايفيدنس ريسنت. فهمتوا قصدي ايه؟ واصلة ولا اعيدها تاني؟ واصلة. بس هزوا دماغكم صحصحولي شوية عشان تنمتوا. فده ما تبصلوش. والعين يقول لك يا دكتور وجاي لك بقى بكومة روشتات. تقول له بطل وما تعيدش التحليل ده تاني وما تعملوش. وامشي قوم روح. فهمتوا القصة؟ طيب. يلا مين بعد؟ القير الحقيقة محتاجة تتشاف. بس في حاجات تقدر تتصرف فيها وانت لوحدك وتشخصها من الهيستوري ومن الاكزامينشن خفيف من بره. مش هقعد اقول لك بص على الطبلة وشوف جوه ايه والطبلة شكل حمراء وملتهبة وفي ودنه فيه فانجس ايه ولا اوتايتس اكسترنا بكتير. صعب على انا الحقيقة شايف كده يعني. فهو الاكيوتايتس ميديا دي سهلة جدا. دي يوجوالي واحد عنده دور برد. ده الكلاسيك بتاعها دور برد وزكام. ثم فجأة ودنه وجعته جامد قوي. ودنه كتمت ووجع ألم سريخ. طفل يعيط ما ينامش أو واحد كبير يتألم ألم فظيع من غير ما تبص في الطبلة. إذا كان عندك زكام من يومين ودنك وجعتك أنتيبيوتكس وأنرجيز. وإذا كان في لسه بقايا زكام ما تاخدوش علاج ياخد علاج بقى الرايموسينوسايتس الأكيوت العادية لو دي كونسيستنت اللوكال وسيستميك والأنتيبيوتكس. خلص. في حاجة تانية أوتايتس إكسترنا ودي كومن ودي لها أنواع بكتيريال وأنواع لها فانجس. دي بقى بالذات بتحتاج منك يعني شوية تركيز كده وممكن شوية ساين تساعدك يعني. الأكيوت تسميدة دي الطبلة من جوه وجعاه تمسك ودنه كده من بره وتهز الأوركل ولا حاجة ولا ما بيتألمش ساعتها فيش تندر لسه. لكن أوتايتس إكسترنا اللي هي في الإكسترنال كنال دي حتى العيان نفسه ده مجرد إن هو مامته تقول لك ده أنا بس لمست ودنه ده أنا بقلعه مش عارف البلوفر ولمست ودنه راح مسرخ. وانت لما تبص عليه مجرد تاتشنج الاوركل كده او تدوس على حته التريجس حته الكارشن الدمنيه دي تلاقي العيان بيصرخ. وتبص كده في الاكسترنال كنال تلاقي كده السكين انفليم. كل ده اكسترنال معايا ولا مش معايا؟ كل اللي طالبه من حضرتك اكتر حاجه ده بقى سيستميك انتيبيوتيك من هنا للسنه الجايه مش هينفعه. ده عايز لوكال. ولوكال بندي تركيبه مرهم كده شهير في السوق اسمه كيناكوم. ده فيه استيرويد كورتيزون ومعاه انتيبيوتيك. فده احسن سيمبتوماتيك تريتمنت. تروح عامل له حته شاشه قد عقلتين الصباع. بصوا ايدي رفيعه قد عقلتين صباع كده بتاعت 4 سنتي. وتروح حاططها له في الاكسترنال كنال وتدي له انالجيزك ويروح لدكتور انفوز. ده اقصى ما يمكن ان تعمله في الاير انفكشنز. الاكيوتايتس ميديا عرفت بتتوقعها ازاي وعرفت الاوتايتس اكسترنا ايه. ولو عملت دي تبقى بطل يعني. بيجي لك العام بتاع الاوتايتس اكسترنا اوريدي مهري انتيبيوتيك ومسكنات وما بيخفش. مجرد انت تحط له البتاعه دي تاني يوم يتصلح لانه ده محتاج لوكال مش سيستميك. فهمتوني؟ فدي اعرفها لانها هتبقى مفيده جدا وهتحس العيان يعني جريتفول جدا ليك انك شهر. بعد كده رحت عارف اوزن يطلع بقى بكتيريال سيرسايت بكتيريال انفكشن جوه ولا فانجس يديله انتي فانجل دروبس. ده موضوع تاني. يلا ال 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 من الحاجات اللي هي هتشوفها انت في الابستاكسس كل دورك اللي طالبه منك انك تعرف تعمل له فيرست ايد. والفيرست ايد ده اولا تيفالويت حاله العيان. في عيانين ماتوا من الشوك بقى له مده عمال ينزف خصوصا لو كان هايبرتنسيف او ماشي على انتي كواجلانز. دول بينزفوا كتير يا جماعه. فده عيان لازم تبص على لونه وهو داخل. اعمل له هيموجلوبين شوفوا لونه بيل. ده محتاج دم. ولوكالي كل المطلوب منك في حاجه اسمها ميروسيل سمعتوا عنه او اشتغلته في مستشفيات ولا لسه. كان في زمان نقعد نحط اسمه شاش فازلين شاش كده طويل ومطرينه في فازلين نتفز بيه. ده فيري بينفول للعيانين حقيقه. هنحطه من غير بنج. فالميروسيل ده بتاع السفنجه قد صباعي كده طولها 10 سنتي سفنجه جاهزه بتتباع في الاجزخان. خلاص تروح حاطط له السفنجه دي زائقها جوه مناخيره. بعد دقيقتين هي بتنفش
معايا بتنفش زي سفنجة متخيلين، تمتص شوية سفنجة بتاع وتروح عاملة كومبريشن على البليد. شكرا ما تعملش اكتر من كده. لو انت في حتة وعندك فيها دم او تكتب ان ده محتاج نقل دم فورا لو لقيته ابتدى هيخش في شوك مش كده، وتوقف البليدنج بالميرسيل باكس ده تشتريهم. طيب في حاجات 60% انتوا تعالجوها، ولو كنا عندنا وقت اكتر كنا هنقعد نكمل في الباقي. انت الزكام والاكيوت سينوسايتس تعالجهم، والحساسيه انت تعالجها وما تبعتليش، والاكيوت سينوسايتس تعالجها ما تجيليش، تفضل تعالج فيها ولما تلاقي انديكيشن دي تبقى تبعتها لي. الدنيا كلها بتعمل كده، انت عندك فايل العيان تقول اه الولد ده انا شفته باكيوت سينوسايتس 6 مرات السنه دي، لا هنا ده انديكيشن بقى ان انا احوله لانفوزم. وفي حاجات لازم تحولها بدري جدا، ده كل المطلوب منك. يعني شفت الفرق، في حاجات تعالجها شهور وسنين وفي حاجات تحولها فورا. اللي هتحوله فورا حد عنده هورسنس اوف فويس اكتر من اسبوعين، وبالذات لو واحد كبير في السن، ده كانسر لارينكس الى ان يثبت العكس. مفيش هنا بقى دور برد، لا معلش دور البرد يعني اسبوع 10 ايام بالكتير مش كده برضو. وارد لما يجي لي دور برد يجي لي معاه اكيوت لارنجايتس وصوتي يبقى ممحوح، بس خف دور البرد لا، اسبوعين ثلاثه وراجل عنده 60 سنه عنده هورسنس قول له روح لبتاع انف واذن، انت عايز منظار للحنجره مفيش فيها فصام، يتبص على الحنجره بتاعتك. الحاجه الثانيه المهمه برضو البروجريسيف ديسفيجيا. في عيان يقول لك الاكل ما بلع تعبني، تقوم انت لازم تقعد تدقق كل مره كل اكله. مفيش شكوى شائعه، ناس كتيره جدا عيانين وستات الاكل طيب، تقول لك لا مره اكل ومره لا، ماشي مره ابلع طبيعي ده في وسط اليوم ويوم ابقى طبيعيه ويوم لا. طب خسيت وزنك قال، الترو ديسفيجيا الحقيقه يو هاف تو لوز ويت، مفيش فيها فصال. اللي فعلا بيسيب الاكل ويقوم تساله كده ما بتكملش اكل بتسيب الاكل ويقوم، يقول لك لا مش للدرجه دي يا دكتور، بتسيب الاكل وتقوم مش قادر الاكل ما بينزلش وعمال لوزنج ويت، ده ما فيش فيه هزار. وده لما هتقوم تفحصه حتى لو عندك نور بتاع انف واذن وفتحت بق وخفض لسان، انت اللوز هتشوفها بعينك صح، صديد في اللوز قدام ده هتبص في زوره مش هتلاقي حاجه ولا كلكيعه باينه في الفاركس ولا حاجه. طب بس اللي تحت يعني الجزء التحتاني من الفاركس اللي هنا والاسوفجس هتشوفهم، دول عايزين انفستيجيشنز منظار فورا. بروجريسيف ديسفيجيا ده ما يتسابش، ده يتبعت عشان تعمل له منظار على كل الباث واي بتاع الفود، هايبوفارينكس واسوفجس لا يطلع ورم مفيش هي هزار. بالحاجات التانيه في النوز برضه مهم، انا قلت لك شخص زكام وشخص برد وشخص صيف. طب وقت جاله زكام وقعد مناخيره نزلت اصفر واخضر وكلام من ده واديته علاج خلاص خف، وقت تاني يوم تقول لك ده بقى له اسبوعين يا دكتور بينزل صديد من مناخيره وريحته وحشه ومن ناحيه واحده، ايه بقى يعني ايه ده؟ يبقى اسمه ايه؟ احمر ولو زر اسود، يبقى ايه؟ يبقى فورن بودي في مناخيره، ودي فيري كومن في الاطفال. يونيلاترال بيورولنت اوفنسيف نيزل ديشارج في طفل، ده معنى مفيش زكام بيجي في ناحيه واحده ولا يقعد 10 ايام واسبوعين، فهمتوني؟ ده على طول تفكر فيه ان ده ممكن يبقى فيه فورن بودي في مناخيره وما ينفعش انت تشيله، لازم تبعته. ادلت راجل عنده 50 سنة عمره ما كان عنده مشاكل من مناخيره، وبعدين ابتدى عنده بروجريسيف يونيلاترال نيزل اوبستراكشن او ريكارنت يونيلاترال ابيستاكسس، ده لازم تبعته فورا. ده تاني لا ينفع فيه زكام مش كده برضو، ولا ينفع فيه حساسيه، الحساسيه ده اون اند اوف وسنيزنج مش عارف ايه وبتاع زي الفل. فهمتوا الفروق ايه يا جماعه؟ ده محتمال يكون عنده ورم او عنده ميكانيكال اوبستراكشن جوه، خلاص ده عايز بتاع انف واذن بقى لازم يبص على مناخيره عدل من جوه، وممكن جدا يطلع ورم او مش عارف سبطه معوج يعني حاجه مش تبعك. فهمتوا بتاع الحساسيه تبعكم وبتاع الزكام وبتاع الاكيوت سينوسايتس تبعكم؟ وبرده في ريكارنت اتاكس اوف كرونيك سينوسايتس، انت هو اليرجيك فكل شويه هيجي له ادوار اكتر من الشخص الطبيعي، اديت له لما جاله الانفكشن انتي بيوتيك ومشيه على انتي هيستامين وعلى ستيرويد طول السنه وما بيخفش تحوله خلاص بقى،
ده ممكن يحتاج عمليه. بقى عنده بقى بوليباي كبيره جوه مبوظه مناخيره خالص, فده هيعوز جراحه. فهمتوني؟ انما طول ما هو مستجيب للانتي هيستامينز ويقول لك ما شاء الله دكتور انا باخد قرص الحساسيه وانا منتظم عليه, وتقول له كده وانت منتظم عليه هتبقى كويس, بس هبطله ايميديتلي من تاني يوم. يعني مفيش كورس هياخده والحساسيه تخف. فاهمني؟ طيب باين انك فاهمين, بس حد يقول لي اه اضحكوا اعملوا اي حاجه. طيب برضو حكايه الحاجات المهمه قوي انك تلقطها بدري الحقيقه. اولا اول واحده الام تلقط الولد ده ما بيسمعش كويس او متاخر في الكلام, في رينج طبيعي لان الولد يبتدي يتكلم فيه يقول كلمه وبعدين كلمتين ويتطور. لكن الولد يقرب على سن 3 سنين وما نطقش ولا كلمه, لا في حاجه غلط. فده ما تنفعش تهزر فيه وتستناه, لانك تاخير فيه ممكن يؤدي الى نتيجه انه ما يصلحش تاني. الولد لو ما بيسمعش وما لحقتوش بدري بسماعات يبقى هي ويل نوت ديفلوب لانجوج. انت الطفل عشان يتكلم لازم يكون الاول بايه؟ يسمع. فبيسمع يقول ماما, وبعدين يقول بابا, وبعدين يقول قلم جده مش عارف ايه, بيسمعها. لو ما بيسمعش مش هينطق. فده البرونج ديفنس والديليد لانجوج ديفلوبمنت في الاطفال الصغيرين دول من الحاجات المهمه قوي انك لازم تبعتهم فورا. الحاجات الثانيه اللي تشوفها كلاكيع في الرقبه. طبعا في الاطفال الصغيرين فيري كومن انك تشوف شويه لين في نودز كده, ايه بيبقوا عاده ايه بايلاترال وسوفت مش كده, وده كومن في الاطفال وما تقلقش منهم. دول بيجي لهم التهابات في زورهم كتير, ممكن يجي لهم من اللوز, وتفضل بالرغم ان الاكيوت تونسيلايتس خفت انتوا معايا, لكن تفضل الانتي اللينف نودز كده ايه موجوده في رقبته سوفت كده وتراي, ولا تخاف منه اللون. لكن واحد كبير او طفل عنده يونيلاترال نيك ماس كده وناشفه, لا لا ده ما يقعدش. صح؟ فهمتوني؟ ده تطلع يا لينفوما في الليمف نود, يا ميتاستاتيك لينف نودز من برايمري اريا جوه في النوز نيزوفارلس. فاهمني؟ نيك سويلنج ده ما فيش فيه ما تعمل نيك سويلنج بالوصف اللي انا وصفته ده ما يهمكش. بايلاترال سوفت لينف نودز في عيل صغير ما يهمكش منها. كان من الحاجات برضو المهمه اللي ما قلنا سليب ابنيا, كنا مركزين على الاطفال. في سليب ابنيا في الكبار, عارفين الكلام ده ولا مش عارفين؟ اللي هم يوجوالي بيبقى عندهم سنورنج. سنورنج بس ده مشكله اجتماعيه ان المدام متضايقه من صوته, ويوجوالي بيبقوا الرجاله بيشخروا اكتر, والستات يشخروا اكتر لما يكبروا بسبب الهرمونز. اه دي معروفه قاعده, يعني بيكونوا تخنوا بقى شويه بعد ال 45 50 سنه لسببين, بيكونوا وزنهم زاد وده طبيعي, والحاجه الثانيه ان هم بالهرمونز اللي عندهم بتقل بعد المنوبوز, فده يخلي التيشو بتاعتهم بقى لاكس كده ويعملوا صوت الشخير ده. اللي عنده سليب ابنيا اللي هي تصل الى ان هو سايق العربيه بينام, ده هيخش في الشجره مش كده برضو؟ ده مهم, لازم تقعد تسمع الهيستوري بتاعه كويس قوي. وده اول علاج ليه ايه؟ سليب ابنيا ايه؟ لا عايز حد يقول بصوت عالي, مناخيره ما عندوش حد, طول عمره زي الفل, هو الراجل ايه انت عملتي بايدك ايه؟ ويت تعمل له عمليه وهو لسه تخين هيفضل زي ما هو مهما قصيت له وشلت حته. العمليات اللي قالوا لكم عليها دي العلاج الاساسي هو ريدوس ويت, وتفهموا ان ده كلام سيريس, انه لو نام في وسط النهار اولا بيسبب له مشاكل واحراجات في شغله, لما الاثنين ممكن يموت. بقول لك بينام وهو سايق وهو غصب عنه, يعني انتوا مش متخيلين, انتوا مش اكيد شفتوا مره في منظر تبقى الناس قاعده كده قاعدين مع بعض وفجاه تلاقي الراجل عيني ايه نام وهو قاعد, هو معذور لانه بالليل نومه سيء جدا. فده في منتهى الخطوره انه فلازم تفهمه خطوره الموقف. هو واخد الشخير ببساطه, اه المدام بتتضايق شويه بس خلاص, قول له لا انا مش هاممني الشخير لو في ابني ولا لا. فهمتوني؟ واهم علاج لها الرئيسي طبعا لو عنده نزل بروبلم وعايز عمليه حلها له, بس المين الكوز في الادلتس مين؟ الاوبيستي. بتخلي الفات يبقى ديبوزيت في السوفت تيشو بتاعت البلت, فتلاقي البلت دي هي اللي بتعمل الصوت بس. فده لازم يخس, بعد ما يخس نشوفه مره ثانيه بعد 6 اشهر. في حاجه تانية؟ ده كان اخر واحد. طيب انا كان يعني نفسي اقول لكم حاجات اكتر من كده شويه, بس هم الحقيقه زنقني, هو قالوا لي هو لك يوم واحد وهي نص ساعه بس. انما المشكله واللي هقولها لكم وهقولها كل سنه, ان انتوا بتاخدوا كم من التفاصيل وانتوا بتدرسوا في كليه الطب مسائل مش عارفين نحلها, بينسيكوا حاجات بيزك مهم قوي انكم تلقطوها بدري وتعرفوها او تعالجوها في وسط تفاصيل انت غير مطالب بيها.
يعني انت طالب انف واذن، انت مالك تاخد عمليه اسمها تيمبانوبلاستي او ماستويدكتومي؟ انت يعني انت مش هتعملها، ما تكتبلكش في كتاب من اصله ويكتب لك اسامي عمليات في جراحه او خطوات عمليه في جراحه. ما يعملش دي وقت، مش عايز اضيع وقتكم عشان الصلاه كمان. انا سعيد ان انا شفتكم.